توقع المعهد الدولي للتمويل أن يتعافى اقتصاد الإمارات من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا على نحو معقول خلال العام الجاري. وأصدر المعهد تقريرا عن الآفاق الاقتصادية المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي في 2021. وذكر المعهد أن السلطات المعنية في دول المجلس اتخذت تدابير قوية وصارمة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، فضلا عن سلسلة من المحفزات الاقتصادية لدعم الاقتصاد وبصفة خاصة المحفزات التي أعلنتها الإمارات، مضيفا أن معالم التعافي بدأت تظهر بالفعل في اقتصادات دول المجلس، ومن أبرزها ارتفاع مؤشرات البورصات الرئيسة للأسهم في دول المجلس وتحديدا بورصتي دبي وأبوظبي.